السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة كرة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها على الأهلي، هنرد فيها عن كل الأكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الأهلي. في الفيديو ده معانا فيديو فضيحة، فيديو يرد على كل أكاذيب النادي الغريم أو النادي الأبيض لبص للمئة سنة قدام. خليهم يقعدوا يكذبوا ويقعدوا يطلعوا ويوهموا في الناس في حاجات ما بتحصلش. امسك الفيديو ده، فيديو لمدة دقيقة، رد بيه على أي واحد من المشجعين بتوع النادي الأبيض اللي بيتكلموا عن المظلومية والمؤامرات والكلام ده كله. واحد من جواهم، من فيهم، من نفسهم بيعترف بكارثة وفضيحة. هنعلن الفيديو خلال الفيديو بإذن الرحمن. خش على طول في أولى فقراتنا من تصريحات عصام مرعي وأحمد مجدي. عصام مرعي واحمد مجدي اتنين من نجوم نادي الزمالك اللي لعبوا في نادي الزمالك سابقا، سواء كابتن عصام مرعي في الزمن الجميل او احمد مجدي في الزمن الجميل ولكن بتاع النادي الاهلي. عصام مرعي قال لك انا مش عارف ايه السر في ان البعض بيطلع يهاجم بيتسو موسيماني وبينتقد بيتسو موسيماني زي الهجاص رضا اللي ليل نهار كل شغلته في الاعلام انه يهاجم موسيماني في الفضائيات وبس. قال ان موسيماني حقق كل البطولات اللي دخل فيها او نافس عليها، ايه المطلوب منه يعمله اكتر من ان البطولات اللي بينافس عليها بيحصل عليها ما عدا كاس العالم للأندية، حصل على المركز الثالث، ايه المطلوب منه عشان يثبت انه مدير فني ناجح. تعال نروح لاحمد مجدي. احمد مجدي قال نفس الكلام اللي احنا بقالنا 3 4 5 ايام عمالين بنتكلم فيه. احمد مجدي واحد من نجوم الزمالك، حد ينكر؟ محدش يقدر ينكر. احمد مجدي قال لك انا اتبرع للزمالك، لكن اني اتبرع للزمالك عشان الزمالك يروح يجدد عقد للاعب بالملايين، لا معلش، عيالي وبيتي اولى بيه. انا جدد للزمالك لو الزمالك محتاج يعمل استاد، يعمل فرع جديد، الزمالك مديون ندفع له. انما الزمالك يروح يدي اللاعب 50 و60 مليون جنيه وفي ناس مش لاقيه تاكل، في ناس مش لاقيه تشحت، حتى تروح تشحت الزمالك، فصعبة. أنا مش هتبرع للزمالك عشان لاعب ياخد ملايين ويجددوا اللاعب بالملايين. تعال نروح ليه واحد تاني وهو الأخ رضا البوراوي. مش عارف هو كل اللي اسمهم رضا يا جماعة فيهم شوطة؟ هو كل اللي اسمهم رضا أغلبهم هجاصين وجعجعين؟ أخ رضا البوراوي النهاردة أو البرواوي أحد الإعلاميين التوانسة النهاردة طلع ضرب شوية تصريحات تحس ان هو قاعد على مصطبة. ترجي هيروح يلعب الاهلي في استاد الاهلي والسلام وهيكسب 4-5. ترجي هيروح يمسك الاهلي، عارف انت اللي بيبقى عامل استباحة، هو كده. ترجي هيروح ومش عارف حمد النقاز هيعمل جبهات ويخترق جبهات وجبهات مش عارف منين، وحمد الهوني هيعمل جبهات، واصبح كل واحد داخل الترجي التونسي هيعمل له جبهات وهيخترقوا الاهلي والاهلي هيبقى شوارع يوم ماتش الترجي الجاي. طبعا دي حلاوة روح، هو بيحاول يحفز لعبة الترجي التونسي، واخد بالك، بالموضوع ده. والبدر هيضرب الاهلي تاني، وحمد الهوني هيخترق جبهة الاهلي، وفوسين كلوبالي هياكل نص وسط الاهلي، كلام كده يعني. لو واحد واقف في الشارع مش هيقول الكلام ده، ولكن هذا الكلام ما هو إلا محاولة لدفع أو رفع معنويات لاعبي نادي الترجي التونسي، ولكن بأسلوب يعني أسلوب لا يرتقي لواحد إعلامي. النهاردة الناس اللي بتسأل هو يا جماعة ليه الزمالك ما بيجيش له إعلانات؟ هو ليه كل الإعلانات بتروح للنادي الأهلي ومفيش إعلانات للزمالك؟ تخيل النهاردة لما يطلع واحد من لعبة النادي الأهلي ويطلع ماسك أي كيس منتج غذائي ويطلع بيه يتصور بيه صورة ويشيره على صفحته الرسمية بتشيرت النادي الأهلي. الصورة دي تخسر النادي الأهلي ملايين الملايين، وبالذات إذا كان النادي الأهلي متعاقد مع شركة منافسة للصورة دي. هو ده اقتصاديات كرة القدم، وكرة القدم أصبحت صناعة. النهاردة لما يطلع الأخ شيكابالا وهو لابس نفس التيشيرت بتاع الزمالك مع أحمد سيد زيزو ومسكين معلن او منتج لاحدى الشركات الغذائيه ومتصورين بيه وفرحانين من غير ما يكون في عقود اعلانات لنادي الزمالك، انت كده بتخسف باسم الزمالك الارض اعلانيا. حتى لو كان المنتج ده
رئيس الشركة او ملك الشركة جه قعد معاك يا احمد يا زيزو او قعد مع الونش وقال لكم انا هديك 2 مليون وهديك 2 مليون كل سنة عشان تعمل لي اعلان، طب حق الزمالك فين؟ حق الزمالك فين؟ طب ده حق اللعيبة، اللعيبة هتعمل اعلان هتاخد 2 مليون كل سنة، طب الزمالك فلوسه راحت فين؟ اوعى تفتكر ان لعيبة الاهلي لما بتعمل اعلان الاهلي ما بيكسبش، لا الاهلي له نسبة 40% من اي اعلان او حلقة بيطلع فيها لاعب الاهلي. ففين حق نادي الزمالك؟ لما النهارده 2 لعيبه يطلعوا لابسين تيشيرت عليه شعار نادي الزمالك ويمسكوا منتج غذائي يعلنوا عنه وينزلوا صورتهم على صفحاتهم الرسميه اللي فيها ملايين من الزملكاويه. ده اعلان مجاني. انت ضيعت اسم ناديك اعلانيا. تخيل النهارده لو في مثلا شركه متعاقده مع نادي الزمالك بنفس المنتج اللي طلع بيه شيكابالا او احمد سيد زيزو ولكن لشركه اخرى، الزمالك على طول خساره ماليه كبيره او فادحه بالنسبه لنادي الزمالك. ويطلع خالد الغندور وما شابه خالد الغندور يقول لك اصل احنا ما بيجيش لنا اعلانات. هيجي لك اعلانات فين وانت مش قادر تحكم ولا تسيطر على اللعيبه بتاعتك؟ النهارده نادي الاهلي مثلا، نادي الاهلي مثلا متعاقد مع شركه وي بتاعت اتصالات، هل يجرؤ لاعب من الاهلي النهارده يطلع يعمل اعلان لفودافون او ينزل صورته وهو ماسك خط فودافون او يعمل خط اللي مش عارف موبينيل ويطلع كده وينزل صورته؟ تبقى كارثه على النادي الاهلي وتبقى خسائر بالملايين وشروط جزائيه هيدفعها النادي الاهلي. عشان كده في قبضه من حديد في موضوع الاعلانات ده. صعب جدا تلاقي لاعب النادي الاهلي يطلع يتصور باي منتج كده زي محمد صلاح. ما ينفعش محمد صلاح لما كان يجي منتخب مصر يقول لك لا عايز نطلع معاك، اطلع معاك بس من غير الرعاه بتوع اتحاد الكوره. ليه؟ لان انا عندي رعاه انا كمان ولازم احترم الرعاه اللي انا عامل معاهم عقود. لان لو اتصورت ولا لابس تيشيرت عليه راعي غير الراعي بتاعي انا هدفع ملايين الدولارات. النهارده شيكابالا بيطلع لابس ماسك لك كيس فولتو ولا نولتو واخد بالك وماسكه هو وزيزو فرحانين بيه. انت كده بتضيع حق الزمالك اعلانيا بالصوره اللي انت ماسكها دي. طيب خالد الغندور يا رجاله اعلن اخيرا انه هيتبرع. خالد الغندور قال لك بكره ان شاء الله، ان شاء الله انا رايح البنك بكره، رايح اتبرع لنادي الزمالك. وبقول لشيكابالا شيكابالا انت المفروض تروح البنك وتتبرع لنادي الزمالك عشان انت قدوه. شيكابالا شيكابالا تروح بكره مع كابتن خالد الغندور بعد ماتش المقصه بقى وتروح عشان تنزل لنا كده ايه الوصل بتاعك وانك اتبرعت بمبلغ بالشيء الفلاني لنادي الزمالك. هننتظر خالد الغندور اللي بيقول لك هتوجه للبنك غدا لوضع مبلغ لدعم الزمالك. على فكره يا خالد هو مش لازم تروح البنك، على فكره انت دلوقتي ممكن بفوري تعمل، ممكن بالابلكيشن بتاع البنك تعمل وانت قاعد كده تعمل براحتك بالتليفون، مش لازم تروح البنك. ده لو انت فعلا عندك نيه، ده لو انت عندك نيه. وكنت ممكن يا خالد تطلع تقول على الهوا بشياكه والله يا جماعه انا بتبرع بشهر شهرين ثلاثة أربعة من أجري في القناة لصالح نادي الزمالك اللي عملني وكل خير أنا فيه بعد ربنا هو من نادي الزمالك. ويعمل زيك أبو العلا ويعمل زيك ميدو ويعمل 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 عشان تكونوا قدوة والناس تحتذي بيك والناس الفقراء والغلابة اللي مش لاقين ياكلوا واخد بالك من جماهير النادي اللي هيروحوا ياخدوا عيش عيالهم وأكل وقوت عيالهم يروحوا يدوا للعيبة اللي بتاخد ملايين. قال لك ايه بقى الاخ خالد الغندور؟ قال لك الناس اللي بتهاجم فكره دعم الجماهير لنادي الزمالك هي نفسها الناس اللي نفسها ساسي وبن شرقي وزيزو والونش ما يجددوش لنادي الزمالك. كنت اتمنى من خالد الغندور يعني يكون شجاع شويه او عنده جزء من الشجاعه ويقول مين الناس دول؟ يعني هل جماهير النادي الاهلي هي اللي مش عايزه اللعيبه دي تجدد مثلا فعشان كده لعيبه الاهلي جماهير الاهلي عماله بتتريق على الموضوع مثلا؟ احب اقول لخالد الغندور ان الاهلي في ايده يوقع مع زيزو بن شرقي من شهر فات ومع ساسي نفسه من شهر فات ومن سنه فاتت كمان ساسي، لكن الخطيب قال لك انا مش عايز حد من ناحيه الزمالك، ولو في حد فيهم وقع على عقود او رغبات رجعوها ليهم وقولوا لهم شكرا مش محتاجين، احنا هنراعي مشاعر الجماهير الغلبانة اللي بتروح تتبرع دي ومش عايزين لعيبة من ناحيتكم. فمين بقى؟ ها عايزك تكون شجاع
او تتسم بالشجاعة وتطلع تقول مين اللي ورا الهجوم اللي على حملة الدعم بالنسبة لجماهير نادي الزمالك. طيب تعال نروح لموضوع اخر. في كلام منسوب لخالد الغندور برضو انه بيتكلم على الحظ وان الاهلي محظوظ قدام الترجي التونسي، وان لو الاهلي مش محظوظ كانت الكورة بدل ما تخبط في العارضة كانت طلعت بره، او بدل ما تخبط في العارضة وترجع لشريف كانت رجعت للجون، او تخبط في العارضة وتطلع بره. لكن الاهلي محظوظ، الاهلي محظوظ، والاهلي بيكسب بطولاته بالحظ، واديني ربع حظ الاهلي وانا ارميني في البحر. ده كلام منسوب لخالد الغندور. يا كابتن خالد، الحظ لا يأتي إلا مع الإنسان المجتهد. نادي الأهلي أحرز هدف في الشوط الأول ولم يتم احتسابه بسبب الأوفسايد. النادي الأهلي أضاع في شبه ضرب الجزاء في الشوط الأول، ناصر عباس أعلن عنها للنادي الأهلي، لم يتم احتسابها لصالح محمد شريف. النادي الأهلي موقفش على كده وقعد يعيط ويقول متآمرين وحوش متآمرين عليا، عايزين يوقعوني، عايزين يضيعوني. لا، الاهلي استرجل، الاهلي لعبته رجاله مش شويه لا مؤاخذه يضيع منهم انفراد او تخبط كره في العارضه يفضل يولول عليها ويصوت عليها طول العمر كله. يعني انا اعرف نادي كانوا بيلعبوا في نهائي بطوله قاريه كره جت في العارضه هيفضلوا يتباكوا العمر كله على الكره دي، قال لك الكره دي كره للتاريخ، كرة العارضة اللي جت دي للتاريخ. احنا لو كانت جت الكرة بتاعت العارضة دي كنا زماننا كسبنا البطولة ووصلنا كاس العالم، لكن هي العارضة ربنا ينتقم منها بقى، هي اللي اتزحزحت لجوه وراحت مطلعة الكرة بره. معلش معلش، تعال نروح لتصريحات احمد حسام ميدو. بس قبل ما اتكلم عن احمد حسام ميدو تعال اسمعك تصريحات لرئيس المنظومة الاعلامية في نادي كبير، نادي جمهوره ومسؤوليه ورموزه ونجومه معيشنا في جو المؤامرات بقالهم اكتر من 111 سنة، اكتر من 111 سنة كل يوم عايشين في دور المظلومية، بيبقى الحكم مديهم ضربتين جزاء وطرد للفرقة التانية ومتغاضى عن بلاوي ويطلع يقولك احنا اتظلمنا، احنا في مؤامرة لإسقاطنا، الناس كلها بتساند فيهم وتدعم فيهم، وبنك حكومي بيديهم 100 مليون جنيه ولا 70 مليون جنيه بدون اي ضمانات ويطلع يقولك احنا الدولة بتهد فينا. النهاردة احد المسؤولين هسمعك الصوت بتاعه، ولكن انا عايز اشكر المخترع بتاع تطبيق كلاب هاوس او المبتكر ليه. التطبيق ده يا جماعة فضح الدنيا كلها، فضح كل المزاعم اللي كان بيزعمها ابناء القبيلة، قبيلة التآمر وقبيلة المظلومية. طلع قبل كده الجنايني اتفضح، فضح نفسه بنفسه، اسمه ايه ده بتاع الرومي بتاع كرة اليد فضح نفسه بنفسه وقال لك رئيس اتحاد كرة اليد هو اللي كان بيطبخ لنا الصفقات ويبعد الصفقات عن الاهلي وهو اللي كان بيكسبنا البطولات وهو وهو وهو. طلع من بعده مش عارف مين برضه يفضح شوية فضايح. النهاردة هسمعك صوته، صوته الشاطر اللي هيقول لي في الكومنتات مين ده، مين اللي طالع يعترف لاعتراف الفاضحي ده. تعال نسمع. خلنا بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه، في حاجات مش عايزين نعلن عنها، في كلام مش عايزين احنا نعلن عنه. اعلنوا يا فندم، اعلنوا يا فندم عشان الناس زي اللي ترتاح بعد اذنك. قول يا جاهز. احنا في حاجات يعني مش نافع نعلن، احنا في حاجات على فكره كتير جدا 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 بنعملها وحقوق بناخدها، والناس بتقعد تقول ان زمانك ما خدش حق، احنا بنكون واخدين حقنا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين في حاجات كتير بس مش عايزين نعلن عنها. تمام تمام. لكن تاكد ان نزلك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى سمعت يا بيه. ده مين بقى؟ ها في الكومنتات قولوا لنا مين. ايوه، رئيس المنظومة الإعلامية
بيقول لك ايه، احنا بنبقى واخدين حقنا تالت ومتلت، بس ما ينفعش نطلع نقول. عارفين ليه؟ عشان لازم نعيش في دور المظلومية عشان ناخد اكتر. لو انا الدولة بتديني مليون، لأ انا مش هطلع اقول ان الدولة بتديني مليون، لأ انا هعيش نفسي وعيش القطيع بتاعي ان انا عايش مظلوم وعلي مؤامرات. هوب الجمهور يزمزق يضغط اكتر، ناخد اكتر ونزيد في الاخدان اكتر. الفيديو ده والصوت ده او التسريب الصوتي ده المفروض يتحط كده في مكتبة للتاريخ، ان اي واحد ابيض وقلبه ابيض يقابلك في يوم من الايام، انت او ولادك او احفادك او احفاد 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 احفادك، واخد بالك، خلي التسريب الصوتي دوت ورث ميراث يقدر يتداوله الاجيال عشان يشوفوا الناس دي عايشين معاها ازاي. الناس دي عايشة في دور المظلومية ليه؟ قالك عشان نحقق مكاسب اكتر، واذا كنا بناخد حقنا ناخد اكتر واكتر، وينتشر ويتوغل. انه رد، رد بتاع اللاموس، عارفينه هو ده. طيب تعال نروح لاحمد حسام ميدو. احمد حسام ميدو قال لك ايه بقى؟ بيعجبني ميدو جدا. قال لك الترجي بيلعب خارج ملعبه بشكل افضل من المباريات اللي بتقام على ارضه، ودي فعلا حقيقه. قال ان في بعض القله مدفوعه الاجر بين قوسين ابيضه. قال لك في شويه ابيضه شغلتهم الهاشتاجات مدفوعه الاجر عشان يهاجموا ابناء الزمالك بهجوم غير مبرر. انا بالنسبه لي ده بيأكد لي ان انا ماشي في الطريق الصح، وانا مش خايف من حد، وهفضل ادافع عن حقوق نادي الزمالك، وبقول للأبيضة انا ما بتهددش. ميدو قال الناس اللي بتقول لي انت طالع تقول مشاكل الزمالك في الاعلام، ايوه هفضل اقول مشاكل الزمالك حتى لو البرنامج اتقفل، هقولها على صفحتي وعلى اكاونتي عشان نصحح الاهمال والاخطاء اللي بتحصل، ومش هخاف من الأبيضة. احنا وصلنا لمديونيات 17 مليون دولار بسبب سوء إدارة الملفات. هيطلع يقولوا ادي ميدو الزملكاوي وهتهاجم، لكن مش هبص لعمليات التشويه اللي بتحصل واللي بتعرض ليها مؤخرا. برافو ميدو، لا تخف يا ميدو، لا تخف يا ميدو، دول شوية جبناء، دول شوية حمقى، دول شوية فاسدين باعوا نفسهم للي يدفع اكتر. استمر يا ميدو كلنا وراك، واستمر يا بيه يا بتاع التسريب الصوتي كلنا وراك وورا المظلومية بتاعتك عشان تاخد اكتر واكتر واكتر. دمتم قطيعا، دمتم قطيعا للمتآمرين والمظلومين في الارض. طبعا الكلام ده مش للناس المحترمة، لا لا لا، تعرفين الكلام ده لمين؟ مساء الفل، سلام عليكم.